أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما تساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت ميسودا تطاين معافا لابسين فيها أحقابا لا يجوكون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما ويساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا آياتنا حسابا كتبوا بآياتنا كتابا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا يسمعون فيها تتوى ويكتابا جزاء ما ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما فلا يحمى إلى أن يكون هدابا أما ينقلب روح الملائكة صفا ولا تكلمون إلا من أتهم الرحمن وقال صوابا ذلك العلم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه نما